أطباء وأخصائيون بمضادات الميكروبات يسلطون الضوء على أفضل الممارسات الصحية خلال ندوة علمية في جامعة المنارة باللاذقية. الندوة ثمرة تعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الشباب السوري لنشر التوعية حول مقاومة الميكروبات للأدوية. حددت منظمة الصحة العالمية كموضوع مقاومة الصادات الحيوية كأكثر 10 تهديدات عالمية للصحة العامة بشكل عام، اللي بيؤدي لحوالي 1 مليون وفاة من كل عام، بكبد خسائر اقتصادية حوالي 1 مليار دولار من كل عام. كمجتمع داخلين بأمراض كثيرة وأوبئة كثير، وأكيد المضادات الحيوية إلى دورها الهام، لكن استعمالها بشكل خاطئ أو بشكل غير منطقي أو العلاجات هلأ عم تصير هي الندوات، يعني التعليمات العلمية مثل ما بيقولوا أنه أنت تستعملي الدواء لآخر وقت، تستعمليه بالجرعة الأساسية. رح نتوجه من الجامعة بداية لكوادرنا الطلابية، أو خلينا نقول للطلاب الموجودين عنا، بمنطلق هي التوعية من خلال التوعية بالاستهلاك الرشيد والحكيم للصادات الحيوية، وخاصة نحن اليوم بمرحلة عم تتزايد فيها آليات هي المقاومة. هذه المحاضرات وهذه المعلومات ستفيد كادرنا الطبي وخاصة الصيدلي من إعطاء وتناول الأدوية بشكل عشوائي. هذه التناول سيأتي يوم في استعمال هذا العشوائي في الدواء إلى عدم تأثير أي صاد حيوي على أي مرض. تشبيك مع منظمات أممية ومع جمعيات أهلية لمعرفتها وإدراكها لهذا الدور الهام المنوط بالجامعات السورية. دور المجتمع الأهلي كتير مهم بهيك فعاليات، لأنه هو بيساعد بانتشار التوعية وبيساعد انه الهدف من هالفعاليات انه يوصل للمجتمع بشكل اكبر. هاي المحاضره كانت كثير مهمه لحتى نعرف نحن كطلاب او من خلال تواجدنا بالصيدليات، نحن عم نشوف صرف عشوائي كثير للصادات الحيويه وعم يكون في اثار كارثيه. كنا بحاجه لهيك ندوه. نحن الصادات موضوع كثير مهم، وانا كطالبه عم لازم كثير عم اتعرض لمواقف من الناس عم تجي فعلا هي عم تاخذ صادات بشكل عشوائي منها لحالها، العالم نحن عم صح وهي ما عم تقتنع. تقدم هذه الندوة للجمهور وراسمي السياسات في المجال الصحي آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وخاصة مع انتشار الأوبئة حول العالم.